التقى سمو الشيخ هيثم بن علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة بسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، وذلك خلال زيارة سموه للوزارة. في بداية اللقاء أشاد سمو الشيخ هيثم بن علي بن خليفة الخليفة بالجهود الطيبة التي يبذلها سعادة وزير التربية والتعليم في دفع مسيرة التعليم في مملكة البحرين نحو المزيد من التقدم من خلال الارتقاء بمخرجات التعليم في المراحل الدراسية المختلفة. من جانبه عبر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عن اعتزازه بزيارة سمو الشيخ هيثم بن علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة لوزارة التربية والتعليم، التي تعكس اهتمام سموه بمتابعة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. وقد أطلع وزير التربية والتعليم سمو الشيخ هيثم بن علي بن خليفة الخليفة على المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة حاليا والخطط المستقبلية التي تعتزم الوزارة القيام بها، كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين.